الغيبة أميرنا اللي الغموض التعب أسبابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، تنهال التهاني من كل مكان، تنهال التهاني بالفوز الكبير والإنجاز الكبير اللي حققه فهد بن حسين النعيمي هذا اليوم. فقبيلة الدواسر وقبيلة المرة وقبيلة بني هاجر وقبيلة قحطان، كل منهم أهدى نيابة عن مسمى قبيلته الناموس للسيد فهد بن حسين النعيمي لقبيلة نعيم على هذا الإنجاز الكبير الذي حققته الغالية بالشوط الأول الرئيسي في هذا اليوم، وهو فوزها بشداد الفضي والجائزة النقدية وتأهيلها إلى سباق التحدي. أيضا هنا في هذه الانطلاقة هناك من سيهنئ بالناموس ويحظى بجائزة نقدية ومقدارها 25,000 ريال للمركز الأول، والمراكز والجوائز النقدية القيمة حتى المركز العاشر مقدمة من اللجنة المنظمة للسباق وضمن جوائز هذا المهرجان السنوي الذي يرعاه سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. الشوط شوط الزمول هذا هو شوط الزمول الأول والرئيسي هذا اليوم. مسافة الشوط 8 كيلومترات، جائزة الشوط جائزة نقدية قيمة ومقدمة أيضا مثل ما قلت لكم ضمن جوائز هذا المهرجان. بداية الانطلاقة وأول كيلومتر ونصف على بداية الانطلاقة، والنادر عملة نادرة في مقدمة الشوط يحتل المركز الأول للسيد مسفر بن سفران المري. مسفر بن سفران المري النادر بيسافر بو سفران، بيسافر بو علي للخط النهاية في هذا الموقع ويحقق الناموس، ويحقق الناموس إن استمر على هذا المنوال. النادر الطبيب في المركز الثاني، وسبق له الإنجازات والفوز بالمراكز الأولى في المشاركات الماضية للسيد مبخوث بن محمد بن مسعود المري، يحتل المركز الثاني ونقله إلى المركز الثالث. الدرعي في المركز الثالث للسيد زايد بن خميس المريخي، وعاد ونرحب بهذا المضمر مرة أخرى في تاريخ الشحانية ليحقق إنجازاته ويعيد لنا الأمجاد الماضية. المركز الرابع عجلان للسيد سعيد بن مطر المريخي، محتل المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهين اللي في المركز الخامس للسيد صالح بن حنظل المري، وحصل تغيير من قبل اليورو للسيد حامد بن علي بن مايقه اللي خذ المركز الخامس. وفي المركز السادس شاهين للسيد صالح بن حنظل المري. والمركز السابع الدور مصيحان اللي في المركز السابع للسيد ناصر بن حمد بن حشيفان الشهواني. وفي المركز الثامن الثقيل للسيد سعيد بن راشد الزعبي، واللي يليه في المركز التاسع مهند للسيد عمير بن حمد بن راشد النعيمي، وعودة الى المركز العاشر. مباشر في المركز العاشر للسيد عبد الله بن حمد بن ملهية المري. وهكذا انهينا النداء للمراكز العشرة الاولى، ويسرنا ايها الاخوة ان نكسب سلالة وانتاج صعيب، ولا يسرنا فقدان صعيب هذا اليوم، لا يسرنا فقدان صعيب في هذا الشوط الحساس، فهو من الذين كان لهم باع طويل في مثل هذا الشوط. صعيب المملوك للسيد حمد علي بن حمد محمد بن علي بو صلعة آل حشيفان الشهواني، هذا خسارة كبيرة تعد في ميدان الشحانية، ولكن إن شاء الله أن نرى وبتوفيق الله أن نرى سلالته
وعياله وبناته في سن اللقاية ما بعد 3 سنوات بإذن الله تعالى. هو خسارة كبرى، نتمنى أن لا يكون خسارة، نتمنى أن يكون وجها مباركا على سلالات الانتاج في المواسم القادمة، فهو من خسائرنا المعدودة بلا شك. يا سلام يا صعيد، الله نفقده، والله مفقود يا محمد يا ابو صرعة، والله مفقود مفقود، وان شاء الله ما تفقد غاليك يا اخوي، ان شاء الله ما تفقد غاليك. عودة الى مقدمة الشوط، عودة مقدمة الشوط، وندر النادر في المقدمة، وندر النادر في مقدمة الشوط، وانفرد بالمركز الاول للسيد مسفر بن سفران المري. يا سلام، مثل ما وعدتكم انا، مثل ما وعدتكم، سافر ابو علي، سافر سافر وشد الرحال، شد الرحال الى وين؟ الى ابله والى المكان اللي هو يستانس فيه على النادر. واتمنى ايضا ان لا يعلن اعتزاله عندما يفوز، مثل ما ابو صلعة اعلن اعتزال صعيب، وهذه خسارتنا اللي خسرناها هذا اليوم، هذه خسارتنا. المركز الثاني اللي بينه وبين النادر 200 متر او 150 اللي هو الطبيب، بالمركز الثاني للسيد مبخوت بن محمد بن مسعود المري، وعودة الى المركز الثالث، عجلان يحتل المركز الثالث، وسبق وان فاز بالشوط الاول الرئيسي للزمول للسباق التمهيدي الثاني، السباق التمهيدي الثاني، وفعلا ما زال مملوك للسيد سعيد بن مطر بن سعيد مريخي، ويضمره المضمر السيد المشهور في التضمير عتيق بن حمد بن قريع. والله يا ابو حمد انك تستاهل كل خير، وعلى فكره هو المرافق له في التضمير في انجازه الماضي اللي شاركنا فيه، والكل يشهد ذلك الانجاز. نقله الى المركز الرابع، اليورو في المركز الرابع، واليورو عملة صعبة أوروبية عامة هذه الأيام، نتمنى أن يمثل هذا المسمى ويحقق الإنجاز، يحقق الإنجاز المتوقع منا دائما وأبدا. واليورو تعود ملكيته للسيد حامد بن علي بن مايقة الحبابي. المركز الخامس مصيحان للسيد ناصر بن حمد بن مسفر آل حشيفان الشهواني، وفي المركز السات اللي هو شاهين للسيد صالح بن حنظل المري، وفي المركز السابع، المركز السابع مبعد في المركز السابع للسيد عبد الرحمن بن ناصر بن حباب الهاجري، وفي المركز الثامن الباز. يا سلام، هذا البعير المشارك في المركز الثامن، هذا البق 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 بروبلم، البيج بروبلم. يا سلام، اكبر اكبر المرشحين واكبر من امتلأت كفته بالترشيحات هو الباز، والان يحتل المركز السابع، وتعود ملكيته للسيد حمد بن سهيل الحفار المري، وله انجازات كثيرة لا استطيع ان اذكر حتى ولو واحدا من كثرة انجازات الباز. المركز الثامن اللي يليه اللي هو مباشر للسيد عبد الله بن حمد بن ملهية، والمركز التاسع، المركز التاسع مبعد للسيد عبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، والمركز العاشر والاخير الدرعي للسيد زايد بن خميس المريخي. بكره الخميس يا زايد، بكره يكون الخميس يا ابو خميس. وهكذا اللي ننهي النداء الثاني للمراكز العشرة الاولى، وما زالت الامور على صالح ومن صوب ومن صالح النادر. النادر النادر النادر، روح يا ابو علي، روح، حرك حرك حرك، خلهم يلحقونك. اللي على ما قال عنده شده او براسه يعني عطاس، يلحق 3 كيلومترات امامنا على خط النهايه، او على النادر 2500 متر الى خط النهايه، لانه منفرد انفراد كبير بالمركز الاول، والنادر مملوك وتحت اشراف وتحت تضمير وعنايه السيد مسفر بن سفران المري. وهذا هو النادر، وهذا الكادر اللي مع النادر هو الكادر الفوقاني، ومصورنا فارس وعرض قوي واداء تلقائي، ما في اي تدخل من ضمره السيد مسفر بن سفران. وعوده الى كاميرا الزميل عفيفي لنرى الكادر التحتاني والمركز الثاني. الطبيب يتطبب بمشاكل هذا الشوط ويحتل المركز الثاني، تعود ملكية الطبيب للسيد مبخوت بن محمد بن مسعود المري. والمركز الثالث عجلان للسيد سعيد بن مطر
المريخي خذ المركز الثاني في هذه اللحظة مثل ما نرى على شاشة التلفزيون على الكادر التحتاني، ومضمر السيد عتيج بن حمد بن قريع، وعودة إلى الباز اللي كان في المركز الثامن في النداء الثاني، وفي النداء الثالث يتقدم ويحتل المركز الرابع وهو مملوء كفته بالترشيحات، وكل من اللي عنده خبرة عن الباز يثقل ترشيحه ويصب ترشيحه على ظهر الباز ليحقق الفوز بالشوط الأول الرئيسي للزمول، مثل ما حقق فهد بن حصين الفوز والإنجاز بالشوط الأول الرئيسي الخاص بالذلال، وكان فوز بشداد الفضي. أيها الإخوة، المركز الخامس شاهين يحتل المركز الخامس للسيد صالح بن حنظل المري. ديروا بالكم على شاهين ويبغي المتابعة، وهو الآن يحتل المركز الخامس، ونقله على المركز السادس مبعد في المركز السادس للسيد عبد الرحمن بن ناصر بن حباب الهاجري، وفي المركز السابع مصيحان للسيد ناصر بن حمد. اوه العسكري، هذا العسكري ناصر بن حمد بن مسفر آل حشيفان الشهواني العسكري. العسكري ديروا بالكم، الهجوم العسكري قادم في المركز السادس من احد ضباط العسكرية. المركز السابع اللي هو حق عنزان، صوغان للسيد عنزان بن محمد النعيمي، وهذا اللي فاز بالسوبربان، هذا اللي فاز بالسوبربان وفي على أرضية ميدان ند الشباب بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وفاز بمشاركات كثيرة، يعني ذلك أن نلتمس منه الفوز ونلتمس منه التقدم. وفي أي لحظة هكذا أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء، النادر نادر وعجلان أيها الإخوة، يا سلام، مرة أخرى أهالي وسكان روضة راشد يطالبون عتيق بن قريع بتحقيق الناموس الثاني هذا الموسم غير نوامي. يا سلام يا سلام، الله الله الله، ويستجيب عجلان ويستجيب لهذا النداء وهو من سلالة عجلان اللي له إنجازات تاريخية ولها سجلات قوية في تاريخ السباقات المملوك لسمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وألف متر، وما زال الرقص متواصل من عجلان، والخطورة قادمة من الباز، اللي في المركز الثاني للسيد حمد بن سهيل حفار، وكذلك الطبيب في المركز الثالث للسيد مبخوت بن محمد بن مسعود، وثلاثة انحصرت المنافسة بينهم بقيادة المريخي سعيد بن مطر بن سعيد المريخي. يا سلام، الله 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 الله، سيق الله دارك يا المريخي، سيق الله روضة راشد يا المريخي، الله. وأيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، من خلال هذا الأداء وهذا العرض التلقائي وهذا الرقص القوي والاندفاع السريع لا يسعنا إلا أن نزف إلى كل المريخات الناموس على فوز عجلان بالمركز الأول، وأن نزف أيضا لبني مرة لأن المضمر السيد عتيج بن حمد بن قريع المري. يا سلام، الله، يا أبو مطر، إن شاء الله يينا المطر، إن شاء الله يينا مطر. 300 متر، وهذا عجلان ينتصر ويقلع بجائزة وبالناموس بالمركز الأول في الشوط الرئيسي الأول الخاص بزمول، ومثل ما قلت لكم فقيده يا صعيب، والله فقدناك يا أبو صلعة، اليوم. شوف مريخي يوم انه شافك في الغياب لعب دوره. الله، تهانينا، وهاي تحية خاصة لجماهير عجلان الغفيرة. تهانينا للسيد سعيد بن مطر بن سعيد مريخي على فوز عجلان بالمركز الاول، ولمضمره المشهور السيد عتيق بن حمد بن قريع المري المركز الثاني الباز، قطع فاز بالمركز الثاني، وتهانينا لحمد بن سهيل حفار الثالث مبعد للسيد عبد الرحمن بن ناصر بن حباب الهاجري، وفي المركز الرابع الطبيب للسيد مبخوت بن محمد بن مسعود، والمركز الخامس شاهين للسيد صالح بن حنظل المري، للسيد راشد بن بخيت بن مقارح المري اللي في المركز السادس، والمركز السابع صوغان للسيد عنزان بن محمد النعيمي، المركز الثامن
لبن راجح السيد سالم بن راجح المري، وفي المركز التاسع مصيحان للسيد ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، وفي المركز العاشر وهكذا ايها الاخوة هكذا ايها الاخوة مشاهدينا الاعزاء، لا يسعنا الا مرة اخرى ان نزف الناموس وعبر الهواء مباشرة الى السيد سعيد بن مطر بن سعيد المريخي على فوز عجلان بالمركز الاول في الشوط الاول، وهذه عادلة وتوقيت الزمني لمسافة 8 كيلومترات 14 دقيقة 12 ثانية وتسع اجزاء من الثانية، وهذا انجاز رقم 2 في بداية هذا الموسم يضاف وينضم الى انجازاته في المواسم الماضية، نتمنى له المزيد من الانجازات. تهانينا وسلام على اهالي منطقة روضة راشد المنطقة المشهورة بالانجازات في ميدان الشحنية وخارجي الدولة ايضا. المركز الثاني الباص قطع المسافة في 14 دقيقة و17 ثانية و20 جزء من الثانية، تهانينا للسيد حمد بن سهيل الحفار على فوز الباز بالمركز الثاني. وفي المركز الثالث قطع المسافة حق بن حباب هذا في 14 دقيقة و20 ثانية و17 جزء من الثانية، هذا هو مبعد فاز بالمركز الثالث وهذا توقيته الزمني لمسافة 8 كيلومترات، تهانينا ايضا نزفها للسيد عبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، ولكم تحياتنا حتى انطلاقة الشوط القادم.